قال من منا يريد إذا رفع يديه إلى الله وقال يا الله يستجيب الله سبحانه وتعالى؟ من منا يريد إذا قال يا رب يستجيب الله سبحانه وتعالى؟ كلنا ذاك الرجل، وكلنا يرغب في إذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه. خذ هذه الوصفة من القرآن: إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأردت من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، خذ هذه الوصفة والله، وأنا أقسم بالله يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائك. إيش هي هذه الوصفة؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إلى أن قال الله عن هؤلاء من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قالوا ربنا، عد معايا، ها، كم مرة قالوا ربنا؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لو استشعرت ربنا 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 مباشرة الآية اللي بعدها ماذا قال الله؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. القضية دعاء، والله يقول لا أضيع عمل عامل منكم، والدعاء عمل. إيش فهمنا من هذه الوصفة؟ إيش فهمنا من هذه الوصفة؟ إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى لا تقول ربنا وحده مرة بس. كثير من الناس يقول لك والله دعيت الله، كم مرة دعيت؟ ربنا رب، القضية إلحاح، القضية انطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يا رب يا رب، إذا رأى الله عز وجل منك هذا يعطيك، الله قادر فيه، مرة واحدة يعطيك. لكن الله يبغاك تنكسر أكثر، الله يبغاك تنكسر أكثر وتنطرح أكثر وتسأل أكثر وتدعو أكثر وتسجد أكثر وتبكي أكثر عشان يعطيك، لأن القضية لك، ولا الله عز وجل قادر أن يعطيك مرة واحدة من أول مرة.